ما بين النصر والباطن في الجولة 19 من جولات دوري رؤيا النبض، بحثا عن الهدف الأول من بدري من بدري من بدري، كاد أن يفعلها رونالدو وكاد أن يضع البصمة التاسعة له في شباك المنافسين. عبد الله اليوسف الجهة اليسرى، الباطن في الهجوم، الباطن في الهجوم، نواف العقيدي بيخلصها، مادو يسقط فيها، الصافرة موجودة من سامي جريس حكم المباراة. خطأ لمصلحة هذا اللاعب المدافع عبد الله مادو بالقدم اليسرى، في مساحات معطينا للنصر، باشا يبحث عن المساحة، غريب يبحث عن النهاية، الكنترول يفرق في اللقطة الماضية، غريب الكرة عدت من عبد الرحمن وراحت إلى ركلة مرمى، كرة وصلت إلى عبد الرحمن غريب، غريب والتمرير باتجاه كونان، البحث عن رونالدو، لكن أنت راح نشوف الحلول من مين، هو غريب، هو غريب في الجهة اليسرى، عرضية، الله، حلول النصر عن طريق غريب، عن طريق غريب، غريب دوما يتحرك كما يجب، شوف طلب الكرة في المساحة بشكل جميل، تعدى وتجاوز بسام فواز، والتمريرة باتجاه أندري بوكية، العرضية إلى رينزو بالرأس، رينزو بالرأس، الهدف الأول بضربة رينزو، لكن ماذا سامي يطلق صافرته، سامي يلغي الهدف، سامي من بدري على طول وقت تسجيل الهدف، سامي يطلق صافرته، بينما زدرافكو، زدرافكو، هل يسعد رينزو لوبيز في بداية هذا اللقاء؟ شوف هو الوصول للبطل، يسجل إلا هدفين من 8 تسديدات على المرمى، من 25 تسديدة سواء على المرمى أو خارجها، الآن راح نشوف هل يسجل ثالث أهدافه في أول وصول بطناوي في المباراة، في أول تحرك لرينزو، في أول تواجد لأندري بوكية، وجدوا الثغرة في دفاع أمي، والقرار، الكرة في المرمى، الباطن يتقدم عن طريق مهاجمه رينزو، عن طريق رينزو، الوصول الأول يعني الهدف الأول، الوصول الأول يعني الهدف الأول، اللقطة الأولى المهمة بالتأكيد لهذا الفريق البطناوي. سلطان الغنام، عرضية لكن طبعا لسه بدري للأمام، بحثا عن غريب، بحثا عن غريب، الراية لم ترفع، غريب والعرضية الرأسية من رونالدو، والكرة بتعدي وبتروح إلى ركلة مرمى، ظهر رونالدو مع الدقيقة 25، ظهر رونالدو بالتهديد الأول، غريب لم يكن متسلل، استلم الأول، مشاهدين متابعين، غريب والعرضية الرأسية من أنطونيو إلى دعلي لجامي، عرضية طويلة وللأمام بتجي جمادو بالرأس، بالنسبة لكريستيانو احتجاجا أيضا ب الكرة الثابتة عند ركان الشملان، عرضية رأسية من رينزو، هو مرة أخرى، هو مرة أخرى، رينزو لوبيز، عدت وصلت إلى رونالدو، رونالدو مر يا لعيب، لا 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 اليوسف، هذه بمثابة هدف، هذه بمثابة هدف للباطن يا عبد الله، هذه بمثابة هدف يا عبد الله، آه يا رونالدو ماذا أهدرت، آه يا رونالدو ماذا ضيعت، آه يا رونالدو أي فرصة، أي فرصة تهدرها، شوف مادو، شوف أخرى رينزو، التمريرة جميلة وصلت إلى بسام قوية، يا باطن ماذا تقدم في هذا الشوط، يا باطن ماذا تقدم في هذا الشوط، أي سماوي يظهر بشكل راقي، بشكل مختلف، بشكل جميل، بسام قوية، العقيدي يتألق ويبعد، هدف ثاني، كرة الثابتة الشملان، عرضية رينزو بالرأس مرة أخرى، شوف هذه ثالث رأسية لرينزو لوبيز، هذه ثالث رأسية لرينزو لوبيز، واحدة في المرمى، اثنتين خارج المرمى، سلامات رينزو، سلامات رينزو، سلامات رينزو، إصابة على مستوى الرأس، وهدفك كان عن طريق الرأس، وبالمناسبة النصر هذا الموسم الأسلحة للعودة، لديه كافة الأسلحة للعودة، الأسلحة للعودة، بوكية والعمل، بوكية والعمل، يوسف والتقدم، العرضية، أوه متقدما فيه ركان الشملان، عرضية لكنها قصيرة، 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 وسقط رينزو
كامبانيا الحديث مع حكم المباراة، اعطى بطاقة صفراء، كانت لمين من حكم المباراة؟ راح نشوف لقطة انشحنت فيها المباراة بعض الشيء، لقطة كانت كم ممكن ان يكون فيها الوضع اهدى بكثير، لكن على كل حال كامبانيا تحصل على بطاقة صفراء. القادم من مرمى من قطع الملعب باكمل قوي كبير لهذا السيد في تنظيم الدفاعي بشكل كامل. صوت النصر من الكرات الثابتة، ماشا عرضية رأسية، لا كامبانيا القوية، جوستافو قوية أيضا هي الأخرى، الصافرة موجودة والخطأ والبطاقة الصفراء في مكان خطير بالتأكيد. 6 دقائق كوقت بدل ضائع، هل ينقذ النصر نفسه في شوط المباراة الأول في آخر دقائق هذا الشوط؟ حتى وإن كان ظهورنا ليس بذلك الظهور الجيد، إلا أننا قد ننهي هذا الشوط مترات ثابتة. كريستيانو رونالدو، 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 بعيدة بعيدة، انتهت إلى ركلة مرمى. كرة جميلة باتجاه مشاريبوف، عرضية إلى غريب، إلى غريب، إنقاذ آخر يأتي من كامبانيا، كامبانيا الأوروغواياني يدافع، الثابتة العرضية، ماشا رونالدو، كامبانيا الضغط العالي بشكل جميل، افتكاك جميل، كرة عرضية وكامبانيا مرة أخرى. كامبانيا عنوان شوط المباراة الأول للباطن، عنوان أداء مثالي لهذا الفريق حقيقة. النشوة والمعنويات المرتفعة بعد الفوز من أمام الاتفاق، كرة الأخطاء التي يبحث عن أسامي النجعي، التي يبحث عنها النصر الذي يفتقد هذا الموسم. غريب 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 يا غريب يا غريب، ما تضيع هذه من هذا، غريب وصل إلى رونالدو، سقط الدون، سقط الدون، يطالب بشيء سامي جريس، يقول العب وأطمئن على سلامة أولا، وسأستمع لرائد الزهراني في غرفة الفار المظلمة. رونالدو سقط، الباطن والبطنوية يقولون له اجل أي هدف، الكرة الثابتة العرضية الرأسية باتجاه رونالدو، لا عدى، عرض مران التسديد، لا 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 لا، الشوط الثاني نشاهد الباطل في الهجوم، في الهجوم، الكرة من رينز، الاستمرار في الدعم، الكرات الثابتة سلاح النصر، عرضية جوستافو، برافو كامبانيا، برافو كامبانيا، وصلت إلى سلطان الغنام بالقدم اليسرى اللي بتعدي، شوف عرضية الغنام المثالية جدا، كانت تصل مرة أخرى في الجهة اليمنى باتجاه سلطان، عرضية بتتخلص، مدثر بيقدم مباراة طيبة، بيقدم مباراة طيبة، وخطأ لنواف، نجح في مباراة السابقة من أمام الاتفاق، عرضية الكرة بالرأس هذا الموسم، غريب عرضية، كامبانيا كامبانيا، لا لدى رونالدو من خارج المنطقة، رونالدو بيمرر، رونالدو يسقط، رونالدو يبحث عن هذه الكرات يا بيدروزا، ألم تعلم أنه يبحث عن هذه الكرات، ألم في شباك كامبانيا، رونالدو رونالدو رونالدو، أخطر كرة نصراوية في شوط المباراة، الكرة بتعود من الصليهم، شوف الدفاع البطراوي، شوف الآن المساحات الموجودة، الصافرة الثابتة الثالثة يا رونالدو، الثابتة الثالثة يا رونالدو، والثالثة في الشباك، رونالدو ماجد قشيش، النصر سيستمر في الضغط، سيستمر في الضغط، سيستمر في الضغط، ويعود ويعود، هل معها شيء؟ هل معها شيء؟ عرضية من غريب، رأسية من مادو، كرة النصر عاليا في جدول الدوري يحلق، ونحن نشاهد ونستمتع.
الأصفر والأزرق، يا من تكتسح المستطيل الأخضر، افتل، أشعل الفتيل النصراوي، أشعل الفتيل النصراوي، فعلها النصر ويا عالمي. فوق، حلق فوق، ميعادنا دايم القمة، ميعادنا. غريب والمكان، غريب يا لعيب، مران والنهاية، لا 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 لا. جنون العالم يظهر في الأوقات القاتلة، لا يهم لا يهم، يضرب النصر في وقت النصر، النصر للنصر، النصر للنصر الكبير. يا مران يا مران، أي مهارة، أي أداء، أي عمل يا مران، وضعها كما يجب. Hello everyone, welcome to Football Premier. Before you proceed to the video, leave a like if you enjoyed and make sure to subscribe. Chelsea prospect Andre Santos has returned to former club Vasco da Gama on loan. The 18-year-old midfielder will move back to Brazil until the end of June. Santos helped Vasco earn promotion to the top flight last year before joining Chelsea in January, reportedly costing the Blues £18 million. Despite being highly rated, Santos was unable to secure a work permit for the United Kingdom, though reports suggest Chelsea are confident he will qualify for one next season. Palmeiras had apparently been leading the race for Santos, but negotiations were said to have broken down due to a disagreement on the length of the loan. It was claimed Chelsea wanted Santos back for next season, whereas Palmeiras wanted him until the end of their campaign, meaning he would not have been back at Stamford Bridge until December. Santos captained Brazil to success in the South American Under-20 Championship glory last month, finishing joint top scorer with 6 goals. Don't forget to subscribe. See you in the next video. Thank you for watching.